تعرفنا أرسل محمد حبيبه بالهدى عرفنا سبحان ربي خلقنا كلنا عرفنا من مثل آدم وصانع مدرك عرفنا أرسل محمد حبيبه بالهدى عرفنا أنزل عليه بيناته الأكريم وصرف وأنزل عليه بيناته الأكريم وصرف وأمر يهدي عباده من الظلام للنور وأمر يهدي عباده من الظلام للنور وحي جبريل قال له اقرأ آيات وصور بالوحي جبريل قال له اقرأ آيات وصور هو الشفيع الطمين أصله اتخلق منه هو الشفيع الطمين أصله اتخلق منه سبحان من كمله في أحسن جمال وصور سبحان من كمله في أحسن جمال وصور في الوصف ملوش مثيل هو اتخلق منه في الوصف ملوش مثيل هو اتخلق منه أسس الدين في قلوب المسلمين وبنى وأدى الرسالة كما نص الكتاب وبنى الله رفع السماء من العمد وبنى ولحد شافه مننا وبعد لنا عرفنا أهلا بك أهلا بك نظر ونرى يا أهلا بك يا سيدي مرسي يا ابو العباس يا ابا صير يا ابو التربة نظر وغدا يا سيدي بش نظر وغدا يا سيدي جاب يا سيدي جاب رعب بالعين ادى العين يا سيدي ابراهيم يا بسوب يا ست صباح يا شيخ النار يا سيد نظر وغدا يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين ماما يا كريم ماما يا كريم يا سيدي عين يا سيدي عين جبت الاشرف بدل الناس يا اهلا بك عم يا روح ستي سكينه ستي سكينه سكينة العيون نظرة ومدى ستي سكينة آخر ليلة بكرة في السكة ستي سكينة نظرة ومدى يا أهل البيت عمي يا روح سكينة الفيوم ست حور الريح في بين سويت سيدي أبو الليل في بين مدر يا ابو العين سكن الوسطى انا بيت ممنوح عمي يا فوني يا بني يا بحر العين جمال الدين يا اسيوط سلطان الصعب يا قمر ابو دين عمي يا فرغل يا ابو العباس يا سكاو يا ابن زنون يا بباو نظر وغدا يا أهل البيت سيدنا يا أبو جوبا لك للمد يا أهل البيت يا أبو بقية يا بنداو يا أبو بقية يا بنداو يا أبو صالح نظر وغدا يا أبو الجاسم يا تحت
يا صاح سكر المرض يا عارف كل يا سهادي يا ابو عمر هادي رجع سجعت الراحي يا ابناء سيدي ابو الحسن يا شاذلي ابو الحجات ساكن الرقص يا حج حسن يا اصوات سك الاصوات يخاطبني الليل اعرف